معي عبر الهاتف الدكتورة إيمان زهران، خبيرة العلاقات الدولية. دكتورة إيمان، كيف ترين الدعم المصري المقدم إلى اليمن في ضوء ما ورد في المؤتمر الصحفي والزيارة الحالية لرئيس المجلس الرئاسي اليمني إلى مصر ومباحثاته مع رئيس السيسي؟ يمكن في البداية فكرة الدعم المصري، الدعم المصري في بدايته هو دعم يعني متشعب في العديد من المجالات، في العديد من الأطر اللي بتهتم مصر بدعمها في تقسيم كمان رؤية لدول الصراع في المنطقة، وكذلك رؤيتها كذلك في آليات. دكتورة إيمان، ألو، أرجو أن تغيري موضعك حتى نستوضح ما تقولين، تفضلي. الزيارة عامة يعني خدت او هناك العديد من الرسائل اللي اشتملها الخطاب بشكل عام، واللي بتوضح آليات الدعم من جانب القاهرة لليمن، مش بس اليمن، لكافة دول الصراع المسلح، ورؤية مصر كذلك لإدارة عمليات التسوية السلمية. في تقديري ان الدور المصري في عمليات التسوية السلمية على وجه الخصوص او نظر لحالة اليمن وما تم استضاحه جملة وتفصيلا بالخطاب الحالي اللي شاهدناه، يمكن المساعدة المصرية في مجالات اللوجستية، في مجالات دعم الإعمار، كذلك نقل الخبرة في المجالات التأمين العسكري. نتحدث عن التأمينات المشتركة أو نقل الخبرة المصرية في تأمين الممرات البحرية على سبيل المثال. هناك كذلك رؤية مصرية للدعم في مجالات إعادة الإعمار والدعم في المجالات الإنسانية، كذلك الدعم لشرعية مجلس القيادة الرئاسي. دي أحد أهم النقاط اللي بيتم الاستيقاف عندها عندما يتم تحليل الرسائل ومستضماته من رسائل مباشرة وغير مباشرة للمؤتمر الصحفي الذي عقد ما بين الجانبين المصري واليمني. وده بحد ذاته كذلك بيتضمن شقين، يمكن يعني الشق الاولاني هو بيتعلق بالرسائل الخارجيه او الجوله الخارجيه للدكتور رشاد العليمي او لمجلس القياده الرئاسي اليمني، اللي بتضمنتها عدد من دول المركز في مقدمتها القاهره رغبه منها في اكتساب الشرعيه الاقليميه من جهه، ومن جهه اخرى حدوث نوع من التوافق او خطوط التماس حول رؤيه المجلس اليمني ورؤيه القياده الوطنيه سواء في القاهره او في عدد من الدول اللي اشتملتها الدوله الخارجيه. يمكن من ناحيه اخرى هتتلاقى الاهداف مع الاجنده المصريه التنمويه، رؤيتنا للخارج وللاقليم، رؤيتنا الاصلاحيه كذلك في عمليات التسويه السياسيه في دول الصراع وفي مقدمتهم اليمن. احنا نتحدث عن خطتنا الخارجيه في عمليات اعاده الاعمار، دعم وسياده الدول الوطنيه، اعاده واستعاده تموضع كذلك الدول عقب عديد من الصراعات انهكتها في المنطقه زي مقدمتها اليمن وعدد من الدول الاخرى. اشكرك دكتوره ايمان زهران، خبيره العلاقات الدوليه.